السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم بفيديو جديد عن سول ليفلينج. ما عاد اعمل الحركة اللي هو كبر الشاشة بعدين ارجع، لانه اخر مرة كبرنا الشاشة صورنا فيديو كامل، بس انا مصور حالي ما مصور الشاشة، فما عاد نعيده. متأكد؟ اوكي. اليوم راح احكيكم عن شغلة كثير ناس سألتني عليها بالبث تبعي، اللي هي البانر. هي شو هي؟ هي شغلة انه انت فيك عن طريقها تسحب 15 سحبة وتختار أفضل سحبة فيهم، مثل هاي مثلا اللي هو طلع لي فيها اس اس ار زائد اس ار الاثنين قوايا، أو مثلا هاد هاي السحبة، وتقول له أنا هاي بدي إياها. ساعتها شو بصير؟ بيعطيك إياها، بس طبعا إمتى بيعطيك إياها؟ بعد يوم و20 ساعة، يعني بعد 3 أيام. بس من وين بتجيب التيكت اللي هي بتقدر عن طريقها تعمل اللي هو الجارانتيد؟ طبعا لازم اول شيء تصرف كل شيء تيكتات معك بعدين تعملها. هلا هو بيعطيك بالاساس 15، نحن معنا 30. ليش؟ هلا بتعرف ليش؟ لانه انت بالاساس مشان تقدر تسحب على هي البانر او تطلع، هلا هو بسحب فيك تسحب، بس ما فيك تاخذ الشخصيه اللي تطلع لك الا عن طريق تيكت معينه. التيكت المعينه اللي هي ما بعرف اذا موجوده بالشوب ولا لا، يمكن موجودة هون. وينها؟ اللي هي اسمها سبسكريبشن. سبسكريبشن بتشتريها ب 10 دولار، وبتقدر عن طريقها، ليش وين موجودة؟ وين بدها تكون موجودة يعني؟ موجودة هون. سبسكريبشن مو موجودة بأي مكان. ليك لا مو هي كمان. طب وين موجودة السبسكريبشن؟ ممكن على الموبايل مو موجودة يعني، مثلا على الكمبيوتر موجودة؟ قال لي على الكمبيوتر ممكن ما تطلع لك، المفروض هون تكون. المهم تشتريها ب 10 دولار. لما تشتريها لهي الباقة ب 10 دولار، أول شيء بيعطيك المايننج اللي هو بتصير أنت عن طريق لما تعمل انت ماين لاي مثلا، خلينا نقول عملت لهي، بصير ما في داعي تروح على المايننج وتكبس انه عمل ماين، لا لحاله بيعمل. وغير هيك كمان كل يوم بيعطيك تشيك ان، بصير في عندك تشيك ان خاص. بس ما في شيء موجود عندي على الموبايل، يمكن انه هو على الموبايل بس عاملينه لحد الان. لازم تشتريها من على الموبايل بالاساس. بتشتريها من هنيك وبتاخذ الجوائز. اعتقد في جائزه لا باس فيها، بس مو كتير واو. بس الحلو فيها انه انت فيك ساعتها تسحب على هي البانر. يمكن هي، لا المهم خلينا نشوف هلا اذا سحبنا 15 سحبه ثانيات شو ممكن يطلع لنا، وبعدين فرجيكم شو بصير. طبعا راح تاخذ فقط واحده منهم. بدنا 3 اس اس ار بمالتي. السبورت. اوكي. اوكي كم؟ اوكي سلاح، اي سلاح؟ هذا شكله بده يعني يسوي 6 6 او 5 6. لسه معنا 8، بدنا 2 اس اس ار بمالتي. شوي. مو شوي، مين انت؟ هذا بعده عنه، مع انه حرام والله. انا كثير يعني شخصيه كثير محبوبه بالانمي وبالمانوا، كثير كثير بنحبها نحن، او انا يعني. هي سلاح مون لايت. هذا بعد ما هو ممكن يكون منيح ترى، بس ما جربته. بس واحد اس اس ار. طب بدنا 2 اس اس ار بملتي يا زلمه، خلينا ناخذها فورا.
مو 2 اس ار، 2 اس اس ار. اسمعوا الكلمه الاخر، 2 اس اس ار. اوكي هلا خلصنا ال خلصنا المالتيات. The draw item may reappear in future draw. اوكي هلا مثل ما انتم شايفين هدول اللي طلعوا لنا. هلا شو فينا نعمل؟ خلينا نقول مثلا انا بدي، هلا المشكله والله الكتاب، الكتاب مع مع هذا كثير حلوين، بس بنفس الوقت انا بدي هاد. هلا فيك تعمل شغله تطلع، فيك تطلع منها تروح للشخصيات اللي عندك. مثلا خلينا نقول انا بدي الويبنز، انا الكتاب عندي يا 2 سويته 3. شو بصير؟ when ice cold effect end increase the user additional damage 20%، الدمج تبعنا بزيد 20%. حلوه. وهاد خلينا نشوف الثالثه تبعه شو بتساوي، لان انا عندي اوريدي منه نسخه، فيني اخذ نسخه ثانيه هلا. هلا هي راح تخليني نزيد apply when fire increase the user attack by 20% واتاك سبيد باي 10 كمان. حلوه. وهاد شو بصير؟ when using lightning flick the storm regardless. هي كمان حلوه ترى، انه انا بصير شو بعمل اللايت حتى لو ما عملت كاونتر. يعني واحد اثنين ثلاثه حلوين كتير، بس هاد الرابعه شو بتعمل؟ بتنزل الكول داون. زود الاتاك تبع، زود الدمج تبع هذول الثلاثه احسن. بس شو رح ناخذ؟ رح ناخذ الكتاب. والله ما بعرف بدي اخذ بصراحه. وهل كل يوم بيجوني ولا مره واحده بس؟ تايم انتل جارانتيد درو. اي واحد فيهم؟ صح كمان في هاد. خلينا نشوف هذا شو شو بصير اذا سويته 2-6. انا عندي 1-6 الحمد لله. increase HP. نزود الدمج تبع هاد احسن، وفي الارو كمان. فاعتقد الجارنتي تبعي راح تكون هي عبارة عن هاي guaranteed draw. You can use guaranteed draw once for free as a subscription benefit. Would you like to draw from this summon record? هلا ما بعرف، ما بعرف اذا كل يوم بيعمل ريسيت، ما بعرف اذا كل يوم بيعمل ريسيت ولا خلص خلصت. عرفتوا كيف؟ بقى انا شو راح اعمل؟ time until guaranteed draw. طب ليش 7 ايام؟ بكره بنشوف اذا راح يرجع ولا لا. لانه اذا انت فيك تعمل 2 اس اس ار بمالتي شيء جدا جبار. ما بعرف اذا كل يوم ولا لا صراحه. اعتقد راح خلي هي، بس ممكن اذا بكره عمل ريسيت جرب مره ثانيه حظي ونشوف شو بيطلع لنا. ما بعرف شو اظن تايم انتل جارانتيد درو. ما بعرف شو اظن. خلينا نشوف هون، هن حكوا شغله هون مره. أعتقد مرة واحدة. طب لشو ال 24 ساعة؟
بدي اشوف اذا هي بتتجدد ولا لا. خلينا نقول ما بتتجدد، راح نختار مثل ما قلت لكم ساعتها، راح نختار اللي هي هي عشان اكون معكم صريح، راح نختار هي. وطبعا ما بدي اصرفها، ما بدي اصرفها، لا 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 خليها. المشكلة مو شارحين لها شرح كامل عنها، والله يمكن يكونوا شارحين بس انا ما شفتها. خلاص اذا في معلومات ثانيه راح احكي لكم اياها بالفيديو، يعني راح اشيل هذا الفيديو واعمل فيديو ثاني. بس هم يكونوا صناعات الفيديو تبع اليوم. اذا بدكم 10 دولارات تاخذوا جرانتيد واحده اس اس ار او تنتين اس اس ار انتم وحظكم، زائد انه بعض الجوائز الجميله من السبسكريبشن حلوه، بس بصراحه كسبسكريبشن يعني هي بتجي نمبر 3، هدول التنتين احلى منها بكثير، هي الرابعة بتجي أو الثالثة يعني من السبسكريبشن اللي حوالي 10 دولار. بس هون بكون صناع الفيديو تبع اليوم، أرجو تكونوا استمتعتوا فيه، استمتعتوا بالأسهم، لايك الفيديو، شكرا على المقاطع، شكرا على الفيديوهات الثانية، مع السلامة.